بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل ما بدأنا في الـ root locus. الـ example number 3 I think is construct the root locus for the following system. نصمم root locus graph لهذا السيستم حتى نوجد الـ range of k اللي يجعل السيستم هذا stable و unstable أو marginally stable. نبدأ بخطوات كتابة الروت لوكس. الخطوة الأولى find the open loop transfer function، فتكون ال k مضروبة في ال s زائد 10 على ال s في s plus 2 في s plus 4. من هذه نقدر نحدد عدد البولز وعدد الزيروز. فعدد البولز هنا نرمزه بالرمز n وتساوي 1 2 3 3 بولز، اللي هي n تساوي 0 و n تساوي minus 2 و n تساوي minus 4. ومن الديفينيشن of the poles انها هي اللي تجعل المقام يساوي صفر. الاعداد دي هي اللي تجعل المقام يساوي صفر، اذا هي poles of the system. والزيروز نرمز لها بالرمز m حتساوي عندنا 0 و 1 اللي هو n يساوي هنسميها دي p1 p2 p3 حتى ما conflict with n، وهنا نسميها z1 اللي هي minus 10. الزيرو اللي هو الرقم الذي يجعل البسط يساوي صفر. فعندنا 3 بولز و1 زيرو. لما نرسم الـ S plane، نبدأ برسم الـ S plane، هذا الـ imaginary axis وهذا الـ real axis. مثلا 1 2 3 4، فعندنا هذا الإيماجينري أكسس وهذا الريل أكسس. فنحدد الزيروز والبولز. عندنا أول بول يقع على الصفر، ثاني بول يقع على حطه بلون آخر. البول الأول يقع على الزيرو، البول الثاني يقع على التو، والبول الثالث يقع عند الماينس فور. طيب الزيرو، الزيرو عندنا يقع فين؟ في الماينس 10. لو مدينا لو افترضنا ان هنا الماينس 10 فيكون الزيروز هذا. هنا الزيرو. فالخطوة الثانية هي تحديد number of root locus. number of root locus. فنحط مثلا هذه S داش، S double داش، S 3 داش، وهنا S 4 داش. أي region تقع في الـ odd number of s، يعني s أس 1 و s أس 3، هاي تعتبر في داخل الـ root locus. وأي عدد زوجي فوق الـ s يعتبر خارج الـ root locus. فعندنا root locus يساوي 1
نعم، تو روت لوكس. روت لوكس هي هتساوي تو لوكيشنز للروت لوكس، فتكون من صفر إلى ماينس تو، هذه ان روت لوكس، ومن ماينس تو إلى ماينس فور هذه اوت روت لوكس، ومن ماينس فور إلى ماينس 10 هذه إن روت لوكس، من ماينس 10 إلى ماينس إنفينيتي هذه أوت أوف روت لوكس. فنظلل عليها مثلا بالأصفر، هاي داخل الروت لوكس، كذلك هذه داخل الروت لوكس إلين الماينس تو، باقي خارج الروت لوكس. الخطوة الثالثة عشان نوجد الـ K الـ Open Loop Transfer Function اللي هي JHS، نسويها بالواحد ومنها نوجد ال K magnitude. ففي المعادلة اللي فوق نقول K في S زائد 10 على S زائد 2 في S زائد 4 في S هتساوي 1. إذن من هذه ال K هتساوي، كيف هتساوي S في S زائد 2 في S زائد 4 على S زائد 10. بعد كذا نجيب، عشان نجيب الـ breakaway point نجيب اشتقاق الـ K بالنسبة للـ S. فمشتقة بسط على مقام هيكون المقام في مشتقة البسط، نحلل المقام إلى S تكعيب زائدا 6S تربيع زائدا 8S، فتكون 3S تربيع زائدا 12S زائدا 8، المقام في مشتقة البسط زائدا البسط في مشتقة المقام. البسط زي ما هو يبقى 6 تربيع زائدا 8S مضروب في مشتقة المقام اللي هو 1، لأن مشتقة الS زائد 10 هي 1 زائد 0 على المقام تربيع، نساويها بالصفر. لماذا؟ حتى نوجد قيمة الـ S breakaway point، عفوا هي المقام في مشتقة البسط ناقص وليس زائد، البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. إذا حتساوي حتنضرب هذه في الزيرو، فتروح المقام يروح مع الزيرو، يبقى عندنا S زائد 10 مضروب في ال هتوزع بأربع أجزاء من هنا، يكون ال S في 3S تربيع 3S أس 3 زائد 12S تربيع زائد 8S زائد 30S تربيع زائد 120S زائد 80 ناقص S تكعيب ناقص 6S تربيع ناقص 8S يساوي 0. نبسطها إلى صورة أبسط، تكون 2S3، طرحنا الـ 3S تكعيب من ماينس 3 ماينس S تكعيب زائدا
12 زائد 30 42، 42 ماينس 6 تصير 36، اس 2 زائد 8 زائد 120، 128 ناقص 8 120، اس زائد 8 يساوي 0. دام انها من معادلة من الدرجة الثالثة، إذا حيكون ثلاث حلول لها، S1 و S2 and S3. فنوجد حلها بالماتلاب، نضع المعادلة، نقول مثلا G equal to 2 36 120 and 8. نضع هذا الكومند روتس اف جي، انتر، اعطانا النتائج. ف بوينت 8 ماينس بوينت 9 approximately. إذن الآن نبدأ نتحقق أي واحدة من النقاط هذه داخل الروت لوكس. قلنا الرينج للروت لوكس هو من 0 إلى ماينس 2 ومن ماينس 4 إلى ماينس 10، كمان هو موضح أمامنا. 13 هذه ما هي داخل الروت لوكس، والماينس 3 هذه ليست داخل الروت لوكس. إذا هذا هو الرقم الوحيد، الاس الوحيد اللي يعبر عن البريك اواي بوينت. نرجع للرسمة، البريك اواي بوينت يكون الماينس بوينت 9. الخطوة الرابعة اللي هي إيجاد الأسيمبتوتس. الأسيمبتوتس اللي هي الزوايا اللي تعبر عن التناظر في الروت لوكس. القانون يقول 2i plus 1 over n minus m في 180 درجة. بما أن عندنا 2 root locus، إذن 2 points اللي هي 0 و 1. ففي حالة ال 0 تصير ال n عندنا قلنا 3 وال n 1، فيكون 0 2 0 زائد 1 1 على 3 ناقص 1 2، فواحد على 2 280 90 درجة. عندما نعوض بالواحد حيكون 2 زائد 1 3 على 2 في 180 تعطينا 270 درجة. الروتة والأخيرة تقريبا قبل الأخيرة هي find the intersection. intersection هتكون sigma poles minus sigma zeros على ال n minus n.
تساوي عندنا ماينس 2 سيجما بولز ماينس 4 ماينس السيجما زيروز اللي هي 10 ماينس 10، فيكون على 3 ماينس 1 كما تشوف، تعطيني 6 بالماينس زائد 10، فيبقى عندي 4 على 2، 4 على 2 بتكون 2. هذه ال intersection حددها على road focus، هذه هي ال intersection 2. نرسم خط الاسمتوت الثاني عند 270، الآن بما أن هذا هو ال قلنا هذه البوينت ماينس بوينت نان هي البريك أواي بوينت، إذا الروت لوكس حيبدأ من هنا بيصير مماس إلى ال intersection.